امشي. طيب صلوا على نبيكم. اللهم صل على محمد. مرحبا بالحاكم على اللي ما هو بغد غلاكم. مرحبا على فضل ربي. والله لولا الله انما نجود ولا نكرم ولا نضيع ولا نعطي. احنا بدون الله ما نسوى ذره في الهواء. الحمد والشكر لله تعالى. ثم لكم انتم اللي وافقتوا. تفضل. الله يعافيك وتوفق الدنيا والدين. ويبارك فيكم ويسمع. ومن يقول ما شاء الله. سرعه سرعه. احمد على اليمين. وعلومكم طيبه. بسم الله. الله يجزاكم خير. يبارك فيكم يا شيخ. شكرا والله. تابكم الباب. عد ابو صالح. مرحبا مرحبا. الله يحييكم. الله يحييكم. الله يحييكم يا الوبيا. الله يحييكم يا الوبيا. يا ابو شاد اخلص يا ابو سليمان. في بيت للحكمة للاحلام تحقيق سوالف جزلة وشعور رواية نجمع رجال حافظين المواثيق علومهم بصد ما هي دعاية. الله يحييكم ترانا بشفيق نسمع قصيد ما حديث وآية. متابعينا متابعينا جعلكم بالتوافي لا تتركون لين وقت النهاية. يا مرحبا واهلا هلا بالمطالب ترحيب غالي عبر شاشة بداية. يا مرحبا واهلا هلا بالمطالب ترحيب غالي عبر شاشة بداية. يا مرحبا واهلا هلا بالمطالب ترحيب غالي عبر شاشة بداية. يا مرحبا واهلا هلا بالمطالب ترحيب غالي عبر شاشة بداية. في بيت للحكم للأحلام تحقيق سوالف جزلة وشعور رواية نجمع رجال حافظين المواثيق علومهم بصد ما هي دعاية. أنا والله ما ودي أتكلم عليك يا أبو عبد الله. أنت شيخنا ودكتورنا. والله ما عاد يفطرنا واحد. والله ما عاد يفطرنا واحد. واسمحوا لي على ذا الكلمة. كلكم أكرمتنا في القناة وكرمتنا في بيتك الدكتور عاير. أنت أكثر واحد ضيفنا جعل من الدهيات والحق والله أنا لك وبو تخيل قد ضيفنا. وأنتوا جملتوا كلكم الفطور فيه من هو متبرع به كل سبت لله فطور عايدي خبز بيض فول ما عاد في ذبايح. وضيفك اللي تخبره يا أبو عبد الله. نعم ضيفك اللي تخبره اللي بيفطر يوم السبت. إيه وهو ما في مانع. الله يبيض ما في مانع. الله يبيض في رجل من قبائل بل احمر. لا هو من اهل من طال عمرك من فيفا. من فيفا ونعم ونعم لكم من هناك وهو جاي ببن وجاي فطور لكم. الله يبيض وجهك. تسلم تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبيض وجهك يا ابو عبد الله. يبيض وجه ابو تخيل. وافين نفداك. لكن طبعا ترى عذري ذا من ابو تخيل في القناه لكن اما في البيت لا. ايه انا حاضر بحالكم في البيت ولا في القناه؟ ونعم والله. خذ من دي لجل وديها له. خذ منها شوي. هذه الكلام تجي لها طلع. خذ منها يا ابو. لا ابو عبد الله يحب اعرف ايش يحب. جزاكم الله خير تسابقون على الطيب. حط ابو عبد الله يحب ذي انا ادري. الله يحييكم. خذ ذي صب الشاي. بس يكفيك فيني. خليك جنبي. علومك غانم يا ابو علي. الله يبيض وجهك يبيض وجه ابو سليمان. لا عندنا بداك. ابشر على وجهي. لا والله جملته يا لوفيا. جملته يا لوفيا. هذا اللي يقعد عند الشيخ. لا نتخلى منه. لبته فوق وهذا. لحظه يا ابو علي لحظه. ترى بيضايقك يا ابو تخيل. لا حولك ما انا معلم وايد. جبال. خلي يا ابو تخيل ابو تخيل ترى الناس ما يبون اللي قطع. خل ها؟ بعدين؟ الحمد لله.
ان من اول نقطع لك الناس الحين ويمكنهم ترى صادقين يعني صحيا وما عاد يبون التكتك. لا يهينكم يا هالبطوله ام ياسم كثر خير من يجي المطالب خدم. وش سوينا يا رجال؟ ما سوينا شيء يا رجال. انت متى جيتوا؟ جيت الظاهر الفجر. ما هي خساره ولا بخلاق. والله روح هناك يا عمران انت واحنا مر سك الباب. لا قال هذا قال احنا رقدنا. لا والله ابشرك ان رقدنا. والله ناس هذا حجا لهم كلها طيب. لا زحمه هي هي لا هي الزحمه هي اليوم. والله انا الحمد لله يا رجل هذه امس هو صدق كنت مسوي لقاء مع رجال شرواكم سهاجر بقمي ويسلم عليكم يسلم على الدكتور عايض بالذات والله باذن الله قال الرياض ما عاد هي بعاصمه المملكه الرياض قد عاصمه العالم. صدق والله ما كذب. شوف بعض العبارات يا طويل العمر. والله انا زرع السبعه والله العظيم يا اخي زحمه ثمانية زحمة تسعة أي وقت زحمة. أي وقت لا قد رايحين بدري ما تمعين زحمة زحمة وقت المدار. والله يا الرياض أنا زحمة دائم وهذا تراها نعمة. والله الاقتصاد يعني شوف زحمة يا أبو عبد الله في العالم يقول أكثر مدينة يشتغل فيها العقار الآن الرياض والبناء والتعمير في العالم. صدق ما شاء الله الحمد لله كل مطاعم العالم عندنا كل منتجات العالم عندنا الحمد لله بفضل رجال اخذوا جيل ابراهيم عليه السلام دعا للحرم وما حوله واجعل افئده من الناس اليهم وارزقهم من الثمرات عليه السلام. هل الدعوه ذي يا دكتور عايض بس للمكه ولا تشمل الجزيره كلها؟ الحمد لله لان هي ما حولها والمفسرين قالوا ذلك الحمد لله ام القرى وما حولها الحمد لله. لكن يوم اخذوا شهاده جنس ملعب الهلال هذا الجديد 90 يوم ملعب رياضي على مستوى العالم كله ويبنى في 90 يوم الحمد لله. ماشي الله لا يغير علينا ولا عليكم. الله يديمها نعمه. اي والله هذا هي يقولها الحمد لله. صلح ولدها وبدري يوم قلت له والله ما باقي سويته قلت بس بتخليها لكن بدري سبعه الا بتخليها بزبط على الجمر اليوم. جملت الله يبيض وجهكم من يسمع. الله لا يهينكم ودائم جمايل كنتوا بسليمان علينا كثير يا ابو عبد الله. والله يا جماعه والله ما حسبنا والله والله ما ودينا راح السوق ولا رجال عمره 80 سنه يخدمنا لكن هذا من هذا من طيبه. والله ابى عشان اقول لك حاجه ولا يهون من الرب والله لو تدري بالمشاعر اللي احسها انا انكم طال عمرك يعني معروف منحتوني الفرصه يا طويل العمر لان والله ما فيها كلام ولا فيها تعب تدري ايش التعب لا سمح الله لا فقدنا الغالي اللي مثلا طال عمرك لها مكانه في المجتمع ولا هذا هو يعني اللي اثر. اما طبعا الانسان حي يطاف يروح يجي ويشارك ترى هذه بعضها بركه ونعمه من الله. اي والله والله ما سوينا شيء احنا على اثركم ولا نقدر نسوي مثلكم اصلا انتم اهل الاوله يكم الخير. عندي لكن هذه ما تسد انتم وعدتوني ان شاء الله بزياره في جده والدكتور ان شاء الله معكم باذن الله. يلا ودنا لازم جونا ترى جده حلوه والله ما يبغى هم لكم علي وعد اني ما ضيفكم الا وسط البحر بعد ابشركم عندنا في جده مطاعم عايمه نستاجرهم بطباخينهم بيختهم ويروح ابن علي وسط البحر اللي مثلك وشرواك يعناله يا طويل الله يحييكم. والله ما تخلنا الطيب شيء يا ابو عبد الله ما عليكم ذوق والاخوان كلهم علومهم طيبه ما شاء الله تبارك الله. هذا انت اللي سواه؟ والله حرم يديك على النار وإني لعبد الضيف ما دام نازل وما شمت لي غيرها تشبه العبد ما شاء الله. يقول الشاعر العربي المقنع الكندي وإن الذي بيني وبين أبي بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا إذا هتك عرضي وفرت عروضهم من هذا مجد بنيت لهم مجدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد لهم جل مالي تتابع الغنى وإن كل مالي لمكلمه رفدا وإني لعبد الضيف ما دام نازل وما شمت لي غيرها تشبه العبد. يا سلام البيض وجهكم نسمع. الله لا يقطع هذا المكارم بين الرجال. الحمد لله. ودي اسالك يا ابو عبد الله تسولف لنا غير ما ودي اشغلك على الفطور. احسن وهو الاقرب للسنه نسولف. والله؟ طيب ابو عبد الله. وانا الجواب عندي نعم ولا لا؟ لا اني بطول السؤال. احنا الايام هذه
في ايام من فضيله يسمونها الشيبان قصير. اي بالله. هل نترك رمضان لين يجي ثم نتحزم له ونستعد له، ولا الواجب ان نستعد من اليوم؟ اشرح لي السؤال، ولو سمحت بين لي فضائل الشهر لاني والله ما يغلب بالقرب احد. التلميذي التلميذي يبلغ الاستاذ مستعير. انا ابغاك تعطينا قصه مطوله عن فضل رمضان. يا رجال في قصه في فضل رمضان موجود عند النووي، ترجعون لله عليه. وابن حجر ما في حيله. يقولون يوم القل يقول اثنين يقول جلسوا على مكتوب الله وقليل تميرات، يقول قال واحد الواحد يبيع علشان ياكل التمره عنه، ابوك يا اخوي كيف توفى؟ قال والله توفى حصل له حادث ما ادري مرض ما ادري، المهم منه تولج شوي اكل التمره هذاك. يوم منه جاء مره ثانيه وقلط مكتوب الله قدامهم، قال يا اخوي ما علمتني يا اخوي يوم ان ابوك توفى وش صار؟ قال خلاص مات وانتهى. تزومات خلاص قلت انه قال طق طج ومات. تزومات مثل هذا. اختصر الموضوع. اي خلاص اختصر الموضوع، عرف الرجال هدف خويه والامور من اول قصيفه. هيا بتشوفون ذا الحين اللي الله. اللي ما هو مع احترامي لكم ما هم مثلكم، ما هم الاكل ولا الطعام، ابى اساله بيجاوبني. ابو تخيل مرحبا. ما هو الواجب علينا في الاستعداد لرمضان؟ والله ما اقول على الشيخ ولا الحاضرين كلام. هذا الجواب. يا رجل بيسوون ابو واحد يسولف. هذا الجواب. نبغى واحد بس يسولف لنا. هذا الجواب. واحد من اخواني ابو وليد الله يصبحه بالخير. يقول جيت نازل محرم طال عمرك وموعد الناس اللي سبقوني فنروح ناخذ عمره في الحرم. يقول يوم جيت في المسجد اللي في اسفل الجبل مسجد الكر. قال والله ادخل المسجد والله في واحد يصلي، قال والله ادخل مع المصلي الجاوي على كباره. قال والرجال طال عمرك يرتل وطول وحتى في تهد. قال يوم قال امين، قال قلت امين قصرها الرجال. يقول قلت ربي يقصر الرجال. يقول والله ما غلق الرجال، يقول الشيطان الله يلعن الشيطان. كنت في ابها يعلمونا واحد من رجال المع يسلم، قال رحمن الناس من جماعتنا مع حجاج قدام تعرف قدام ما في الفقه ما منتسب العلم. يوم سمعوا ملبين الاتراك والايرانيين قالوا هذول عندهم قزمعي ولا دمه؟ عرفها. اول قام شعرهم هو عند الحرم يطوف البيت، قد علم ربي ما نحج الا طاعته فلا نعرف خرابيطهم سراوية. يوم علم جماعتي قال والله لتدخل السحب على 6 جوالات آيفون 15. الموضوع سهل، تابع حساب شركة رمز الاختيار للسيارات، وكل يوم أربعاء موعدنا مع السحب. رمز الاختيار للسيارات، خيارك المفضل. استعمل كود BD1 واحصل على خصم إضافي عند شرائك من متاجر شركاء برنامج زد رصيدك. أفخر الطيب، سعر وجودة. مرشات أفخر للملابس ومثبت للبخور والعطور، دهن براشين بيور صافي. تايجر للمناسبات، دهن تراد بيور صافي. مسك أفخر المميز للجسم، رقائق فيتنامي طبيعي. وغيرها من المنتجات المميزة تجدونها في متجر أفخر الطيب. وللحصول على خصم إضافي استخدم كود BD1. شاء
شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. التوفير هالهلالة بتخفيضات كبرى من السيف جاليري وخصومات مغرية من 30% حتى 70% في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني. السيف جاليري حياكم. مع قطرة خير توصيل المياه إلى مساجد مكة المكرمة صار أسهل. اطلب الآن واترك الباقي علينا. زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. والله تبي الصراحه انت يا شيخ مبارك من بدل البرنامج شفتك بدا يحفظ ايات كذا ما استشهد ما من انا ايوه بدل البرنامج من برنامجكم ولا ما عندي جاي بالاول. وعلى فكره ترى والله اغلى مدرسيني وانا صاير انهم قراني هم شمراء وغمد انا مكر صراحه والله يجزاهم والله يا غامدي كان نظر نظر اول ما ويقرني الله يعفى عنه والله يا اذنينا هذه ما طولها له بيشة مطها كذا ايوه اول ما بدا الثانية. اول ما انتشر غامد مدرسين غامد لا والقرانية عشان المعهد والله والقرانية عندنا لا لا انا ادري انا اعرفها كان في كامل المعهد هنا فانتج لنا مدرسين ثم بالقرن صدقت عشان المعهد ونعم بهم كلهم الله يرحمه ايش اسمه اللي توفى في المعهد العلمي ايش بي لا ما هو شبيبي ما ادري يا اخي هذا يا اخي كان هناك مدرس توفي هو زمان مرض منكم من جماعتكم كثير يا اخي ما ادري الطويل يا رجال ايش اسمه الله من المجدوع الشبيلي موجود عبد الرحمن الشبيلي باقي موجود والله ونعم بذيك اللحيه اي والله كنت جالس في في العمل في محل النمل والله ان في عامل طالب يا اقف كنت في الزراعه صح في بنك الزراعي الى هذا الطالب اللي جاء ويشرد مع جنب المعهد سلم شكرا مع جنب المعهد دخل المعهد يوم نزلت له العام اللي يبكي هناك راعي البقاله الله يستر على عبد الرحمن ما جواله الى ايش بك قال هذا في واحد يسرق فلوس مننا وطلع في الشارع شفته راح قال لا وانا كنت شفته اعود ادق على عبد الرحمن ايش بين عبد الرحمن قال نعم تلفون ثابت قلت شوف لي من الطالب اللي استاذن منكم دحين اذر ولدي بالصدفه في الفصل نفسه عود قال كلكم وقفوا يا شباب من اللي استاذن قدام شويه قال قم قال من اللي استاذن غيرها قالوا بس هذا قال تعال قال ايش فيه قال اعطني الدرهم اللي عندي فطلعها قال في يقول ولدي فادخل راسي قال والله انا النبويه سببها والله ما يدري عندي قال من عليه ها ترك معاقب الشباب يا ابو علي صادق شقاوة قال عود اللي قال باقي 45 مدري كم مدري 55 مدري كذا الله اخذها قلنا هي لا تعلم به ولا شيء خلها بالسلسله يا من رحت قال بالله بسألك ابوي انت جاوبني صح قلت ايش فيك؟ قال لي انت ما انت باللي قال عبد الرحمن ايش بيني كذا؟ قلت له في ذمتني انا قال ليش؟ قلت كنت بالصدفه في البلكون والان شوف الطالب يسعى ويوم جاء بعد شويه الارعام اللي طلع عرفت انه هنا عبد الرحمن من شبيلي ما يخليه صغير الا يمسكها فبالطريقه ذي استدليت ولحقوا فلوس العام المدرس اللي سرق عندها واحد الفصل سرقت ساعته طالب وجاء الاستاذ يبكي ساعته كانت ثمينه وسرقت مسك الفصل المدرس وقال يلا وجيكم على الجدار وحطوا يدينكم كذا ولا حد يلتفت خلكم على ما انتم عليه يبغى يشوف الساعه ايه وجلس يفتش 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 في الطلاب ليه طلعها وصرفهم خلص عليهم كلهم صرفهم وبعدين استدعى الطالب اللي مخدت ساعته وعطيه وراح راح هذا الطالب اللي سرق ما علم عليه ولا قال تخرج وراح وعقب قرابة 30 سنة يجي له شيخ كبير الاستاذ اللي درسه شوف يا أخي ويسلم عليه ويحضنه ويقبل راسه قال من أنت
قال بعلمك بتعرفني انا كنت منطلق معروف عليك منطلق معروف عليك. قال وش طيب وش اللي معروف؟ قال تذكر الساعة الطالب اللي اشتكى ساعة وصفيتنا وطلعتها من جيبي؟ قال نعم اذكر. قال انا ذاك الرجل انا ذاك الطالب. قال يا ولدي انا صفيتكم وغمضت. لا اله الا الله يا طيب الرجال والله ما ادري من اخذتها منه. لا اله ما بيصير في خاطري على الطالب اللي سرق شيء. ما هو بسيط ما هو بسيط والله ما ادري انك انت. لا اله ولا ادري منه. فتشت ولقيتها بجيبك وانا فتش وانا مغمض. غمضتكم وقلت لكم غمضوا على الجدار وانا مشيت وطلعتها وحطيتها بجيبي ونهيت الموضوع عطتها صاحبها واني ما ادري من اخذتها منه. سبحان الله ما دار انه ليه يقول ما بيصير في خاطري شيء على الطالب هذا. ما جاء قيم اقول هذا والله سوى تجي ها يا الله وما في شيء من الطرائف يا شيخ آية. الله عليك ورحمه والديك ومن حضر. والله يخلف عليك ابو عبد الله. الله يخلف عليك ابو عبد الله. الله يخلف عليك ابو عبد الله. الله يخلف عليك يرحم والديكم. مرحبا بالحمد ما شاء الله تبارك الله. يزيدك ان شاء الله عوده حميده باذن الله. هذا الطير والله اني شاشة بداية يا مرحبا واهلا هلا بالمطالي ترحيب علي عبر شاشة بداية في بيت للحكمة للأحلام تحقيق سوالف جزلة وشعور شاشة بداية